بصوا كده يا جماعه، دي البراند اللي هو العربيه موديل ايه ومعرفش ايه وهكذا. والاوبشن ده، الاوبشن ده لا اما فول او ستاندرد او سيمي ستاندرد، اللي هي سيمي فول قصدي، تمام. فاحنا عايزين لو مثلا انا باعت لواحد مثلا داتا وانا عايز يختار حاجه معينه فقط، فهنقول له ايه؟ عارفه كده زي الاجابات صح وغلط، تمام؟ تمام والله يا مع حضرتك. بصوا يا جماعه، الداتا فاليديشن هتيجي عند الداتا فوق اهي، داتا اهي، حاجه اسمها داتا فاليديشن اهي. تقفي على المكان اللي انت عايزه تحطي فيه الداتا، وليكن انا هقف على المكان ده كله، يعني هعلم على المكان ده كله، فاهمني اهو، تمام. واختار الداتا فاليديشن. يقول لي بقى انت عايز تعمل ايه؟ بصوا يا جماعه، الداتا فاليديشن سيتنج ايه؟ بيقول لي، هقول له انا عايز دي بقى انت ودماغك بقى، الهول نمبر اللي انت ايه تحط له ارقام. لو هو مثلا عايز تحط له مثلا ايكوال تو، اللي هو مثلا ايه ايكوال تو، اللي هو مثلا تحط لي مثلا 10، يعني مثلا رقم 10 اللي هو مثلا بتوين نوت بتوين، اللي هو مش ما بين كذا وكذا، جريتر ذان اللي هو يبقى الرقم اللي انت هتحطه هنا ده يبقى اعلى من 100 او اعلى من 50. عارفين دي بتبقى، انا دي بستخدمها في ايه بالظبط؟ دي بستخدمها في ارقام البطايق. عارفين لما بتيجوا تدخلوا داتا، على اكسل، فممكن رقم بطاقه يبقى هي 14 رقم، ممكن تحطيه 13 او 12، فدي بتحجمك شويه. تيجي نشوف. تمام نشوف. يا جماعه بالله عليكم حد بس يطمني ان انتوا معايا، بس مش عارف. شكرا قوي. هنيجي، بصوا يا جماعه، هنختار الهول نمبر دي، هنختار تكست لينس، وهنختار اللي هي ايكوال تو تكست لينس، اللي هي اللي هو كام حرف هيتكتب، فهنقول له 14 رقم، تمام. وندوس اوكي. ركزوا في اللي انا عملته. لو جينا هنا نكتب 1 1 اللي هم دول الحرفين، هندوس انتر، هيقول لي غلط. طب مثلا كتبنا 13 رقم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13، انتر، قال لي غلط. طب لو احنا كتبنا مثلا 14 رقم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14، انتر، اشتغل تاني. فاهميني كده يا جماعه؟ طب اشمعنى اشتغلت؟ ما عشان كاتب لها 14. مين اللي كلم؟ محمد، احمد محمد. ما هو يا احمد عشان انا كلمت، عشان انا قلت 14 رقم. تعال نجربها تاني، خليك معايا في اللقطه دي. هنعلم على المكان اللي انا عايز اظبط فيه الحاجه، تمام. وهروح عامل هنا داتا، فاليديشن، وتكست لينس اهي، اخترت تكست لينس دي، وقلت له انا عايز الحروف اللي هتتكتب جوه الخليه دي تبقى 14 حرف. انت كده معايا يا احمد؟ معاك يا استاذ. شفتها كده؟ كان ده فهمت يعني؟ تمام. تمام. دي تكست، دي يا جماعه من اشهر الحاجات اللي ممكن تعملوها، ان انتوا عشان ما تكتبوش رقم غلط، يعني رقم بطاقه غلط او رقم موبايل غلط. رقم موبايل مثلا مكون من 11 رقم، فتقول له حط لي 11 رقم هنا او 14 رقم هنا. هل الكلام ده صح؟ هل الكلام ده بيتطبق على العمود كله صح؟ نعم، بيتطبق على العمود كله. لا انا يعني بظلل على الاماكن اللي انا عايز الراجل ما يلعبش فيها، فاهم؟ تمام. وتيجي بقى نعملها بقى ايه تاني من اشهر الحاجات بتاعتها، اللي هي حاجه اسمها دروب داون منيو ليست، اللي هي لسته. الليست دي هنعملها ايه بقى؟ الليست دي نخليها مثلا نعم ولا، يعني مثلا نكتب نعم هنا، نعم او يس ونو، يس نو، او السورس اهو يس كوما نو، ندوس اوكي. بصوا ظهرت ايه؟ بصوا ظهر هنا زي اهو سهم اهو، خدت بالكم؟ اكيد خدت بالك. تمام. اول ما تدوس هنا، هو الصوت كويس. نعم انا بس الصوت كويس، بس الشاشه بحس ان هي بطيئه، يعني كلام الحاجه اللي حضرتك بتعملها او بتختارها في. بصي للاسف، انا هضطر ان انا اقفل الكاميرا بتاعتي للاسف. كنت عايز اطول معاكم كده. انتوا كده شايفين كويس صح كده؟ بص كده كويس. ما هو شفت عشان انا شلت نفسي بس من الصوره، بس مش عارف. بص
لا والله ابدا. بصي هنا لو تلاحظي لما تيجي بصي هنا كده ظهر المثلث ده او اللي هو السهم ده، اول ما اجي ادوس عليه يقول لي يس ونو، يس بس كده، ما ينفعش اكتب بايدي. يعني لو انا كتبت هنا مثلا نو ودوست انتر مش هيقبل، تمام؟ لازم اختارها من دي. تمام كده يا جماعه؟ تمام. دي الداتا فاليديشن، دي وظيفه الداتا فاليديشن، ان انت تحجم اللي عايز يدخل الداتا. بص بقى حاجات حلوه قوي ممكن تعمل ايه بقى، نعمل ايه هنا؟ بص اهو ممكن بقى نختار السورس حاجه تانية. يعني مثلا بمعنى اهو الاوبشن بتاعها مثلا وليكن احنا عايزين ده، تمام؟ هناخد مثلا الداتا دي مثلا نخليها هنا كده، تمام؟ وهنشيل الزيادات، هيبقى بص فول وستاندرد وسيمي فول. فبدل ما اكتبهم بايدي اروح معلم كده على المكان اللي انا عايز الراجل او اللي هو اللي بيدخل لي الداتا ما يكتبش حاجه، ونعمل داتا فاليديشن اهي، ونشيل اليس والنو دولت، ونخلي السورس ندوس على علامه اللي هي علامه السهم دي كده، ونعلم على الثلاثه دولت كده. بقى السورس بتاعي الثلاثه دولت، وندوس اوكي. بص ايه اللي هيحصل لما اجي ادوس هنا وادوس هنا كده، ظهر لي فول وستاندرد وسيمي فول. تمام كده يا جماعه؟ تمام. بس ممكن بس حاجه تقول لما عملت دوبليكيت وشلت المتكرر عملت ايه؟ معلش اعملها تاني. حلوه دي، كنت محتاج حد يكلمني في الحته دي فعلا جدع. بص يا سيدي، هنا فول ستاندرد 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 كتير، فانا عايز الكلام الفريد بس، يعني كلمه من كل الكلام ده، فانا بروح معلم عليهم كده واخدهم كوبي في حته بعيده كده زي قهوه في حته بعيده كده، تمام؟ ونحطهم هنا كده. انت معايا صح كده؟ معاك. بصي انا دخليك بس معايا في الحته دي، وهنروح معلمين على العمود ده كده، وفي حاجه اسمها ريموف دوبليكيتس في الداتا فوق اهي داتا، في حاجه اسمها ريموف دوبليكيتس اهو، وادوس اوكي. بس قال لي هم كانوا 25 دوبليكيت احنا شلناهم وبقى 3 بس. بس هو كده يا سيدي. تمام. اوكي. فايه اللي حصل بقى هنا؟ هنا الدروب داون بقت فول ستاندرد سيمي فول وهكذا على حسب نوع السورس اللي موجود هنا. تمام كده يا جماعه؟ تمام يا ريس. بصوا تمام. اللقطه اللي جايه دي حلوه جدا، كده احنا خلصنا على فكره الداتا فاليديشن. الداتا فاليديشن دي بسيطه يعني. اللي هي دي. تعالوا بقى نخش، انا ليه بقى جبتكم هنا؟ انا جايبكم هنا بقى عشان بقى موضوع تاني خالص. الداتا دي كبيره قوي يا جماعه. فاكرين لما انا قعدت احكي لكم بقى اللون وما اعرفش ايه والسنه و و و الموضوع كبير قوي، صح ولا غلط؟ مظبوط. وخدوا بالكم شيفورلي، في شيفورلي يعني في شيفورلي وشيفورلي، هيونداي هيونداي. فانا عايز من الاخر انظم الداتا دي يا جماعه. دولت 5500 رو يعني 5500 صف، ده كتير جدا. ده بصي انت بتنزلي، بصي رقم كام ده، هنا احنا لسه في ال 1500، ده كتير كتير، داتا كبيره. فاحنا بقى من الاخر، معلش انا افتح للاسف افتح الكاميرا. فمن الاخر احنا دلوقتي محتاجين ان احنا ننظم الداتا دي، بمعنى اصح اللي هي ايه، تبقى منسقه وتبقى شكلها شيك وتبقى من الاخر. انا مش عايز الهرجله دي هرجله كتير قوي يعني. هيونداي في منها كذا هيونداي، وفي منها معرفش ايه، فانا عايز يعني ايه. انتوا معايا؟ معاك. ايوه معايا. هبره كدبره دي اللي هي ايه، نعمل كده يعني مش عارف نعمل كده نلاقي الدنيا كلها اتظبطت. تمام كده يا جماعه؟ تمام. ماشي، تعالوا بقى هنقفل بقى الكاميرا، نقفل قصدي الكاميرا للاسف. ماشي، بصوا بقى هنيجي نقف هنا، هنيجي نقف هنا في اي حته في المكان هنا، وفي حاجه اسمها قائمه اسمها انسرت، انسرت اهي، ونيجي ندوس على بيفت تيبل. تمام. هو علمني على الداتا كلها اهي، وبيقول لي انت عايزها في ورك شيت ولا في نفس الورك شيت. بقول له، قلت له لا انا عايزها في النيو، دوس اوكي. ده شكل البيفت تيبل. بص بقى
احنا عايزين نعرف مثلا ندى، معلش انا عايزك تخش معايا في الموضوع ده شويه. انا معاك. بصي انا عايزك سؤال تحبي مثلا ايه اللي ممكن نطلع منه كداتا من الداتا اللي قدامنا دي، كملخص من الداتا اللي قدامنا دي؟ لا مش فاهم. بص يا ستي، احنا عندنا داتا تقسمه ازاي انا عايز اقسمها لداتا اعرف اشتغل عليها. تمام. لسه مش فاهمها قوي. بص يا ستي، حد عنده فكره؟ لا مش فاهم السؤال. بص، حد عنده فكره يا جماعه؟ دي داتا كبيره قوي، ده سورس داتا، ده سورس سحبه مثلا من على سيستم. فانا عايز اظبط الداتا دي، اظبطها ازاي؟ يعني مثلا في هديكي مثال وانت تكملي عليه. خلاص. ماشي. يعني احنا عندنا، انا عايز اعرف سنه السنين اتصنع فيهم كام عربيه، دي كده داتا من ضمن الداتا. يعني انا كده عايز اعرف سنه 2018 دي طلع منها كام عربيه، او اتصنعنا او طلعنا كام عربيه مثلا. ناس تانية تقول لك ايه اكتر لون بيتباع، في ناس تانية تقول لك ايه اكتر منطقه بتنتج عربيات، رياض ولا الدمام ولا المدينه ولا كذا، صح ولا غلط؟ ايه اعلى سعر؟ ايه اكتر محرك الناس بتشتغل عليه؟ ايه اكتر عربيات بتشتغل، الجاز ولا الديزل؟ فاهم قصدي؟ انا قلت لك على كذا حاجه على فكره. يعني هنبتدي بايه؟ سؤال ايه؟ هنبتدي مثلا بالسنه ولا بالنوع العربيه ولا بالسعر؟ ايا كان، انا بتكلم في حته دي، عندي سورس، انت كواحده هتحللي بيانات، السورس اللي داتا دي تقدري تطلعي منها ايه؟ تقدري تطلعي منها تلخيص ايه؟ فاهم قصدي؟ ده شغل تحليل البيانات، ده شغل البيفت تيبل. تمام. فاحنا نبتدي مثلا وليكن بالسنه. السنه اهي، هنروح نقفل بقى الكاميرا. السنه اهي اللي هي دير، هناخدها ونحطها في الرو. الرو اللي هي دي دلوقتي يا جماعه، الرو اهي اللي هي بتبقى الرو اللي هو الصفوف، هتلاقيها بتنزل تحت بعض. تمام. لو حطيتها في الكولوم هتبقى جنب بعض كعمدان. فاهمين قصدي ولا لا؟ تمام. فلو حطيناها في الرو هيبقى شكلها اشيك، هيبقى شكلها منطقي شويه، صح ولا غلط؟ تمام. هنحط مثلا قدامهم السنه، نحط مثلا قدامهم الميك. الميك دي اللي هي العربيه، هنروح ساحبينها كده ونحطها هنا. تمام. بصوا يا جماعه، يعني مثلا تعالوا بقى ونعملهم سورت من اعلى لاكبر. يعني مثلا سنه زي سنه 2016 دي انتج فيها 869 عربيه. تعالوا نروح ونشوف. اهي 2016 اهي، اهي دي، كل دي عربيات انتجت فيها. طبعا اهو 869 عربيه انتجت في 2016 او موديل 2016. فاهمين يا جماعه؟ الو. ايوه معاك. تمام. معلش خليكم بس معايا، يعني حد بس يتابعني واحده واحده والله. ماشي. بص انا خدت الميك دي، مين اللي بيتكلم معايا؟ ندى. بص يا ندى، دلوقتي انا خدت الميك دي اللي هي العربيات، هنسحبها لورا اهي، نرجعها تاني مكانها. لما جيت حطيتها لي، بص قال لك ايه؟ كاونت يعني اللي هو عد ال 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 البراندات دي او عد العربيات. فانا بعمل كليك يمين هنا وبعمل سورت اللي هو زي اللي انا بفلتر الداتا من الاول، من لارج لاقل، يعني من اعلى لاقل. فمن ضمن الداتا طلع لي ان هي 2016 دي اعلى سنه انتجت او اتعملت فيها عربيات او نزل فيها عربيات. تمام كده. تمام. اللي هو نزل فيها 869 عربيه. الكل معايا كده يا جماعه؟ غير ندى، غير أسطورة. تمام معاك. تمام زي الفل قوي. فبقى عندك دي السنين ودي الداتا العربيات اللي انتجت فيها. حد عنده فكره ثانيه يا جماعه نعملها؟ Thank you.
ممكن نعملها حسب السعر. نحسب حسب السعر كويس قوي. هنروح دايسين هنا كليك يمين صح كده جدع اهو. هنروح هنا عاملين انسرت بيفت تيبل وهناخدهم في الشيت اللي احنا فيه ده اهو اهو هنا كده صح كده جدع. هنجيب الميك، الميك دي اللي هي العربيات تمام. وهنجيب نجيب العربيات ولا نجيب السنين بتحبوا ايه؟ انا شايف العربيات هتبقى افضل على العربيات. اه العربيات اللي هي استون مارتن واودي والكلام ده. وهنحط السعر اللي هو البرايس هنا تمام. فبقى ايه اللي حصل لما نيجي نعمل سورت من اعلى لاكبر اللي هو اهو سورت. المفروض ان في سورت، سورت اهو. لا مش هنا طه. لا لو حطيتها هنا اصل في تيوب. اصل هو جمع لي انا عايز. لا بص انا اقول لك على حاجه نعملها على كذا اوبشن. هقول لك على حاجه اسمعي يا ساره الحته دي. احنا حطينا هنا ال 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 العربيات تمام. هنحط هنا السنه، الكولوم دي نحط السنه تمام. وهنروح مثلا مختارين مثلا اخر خمس سنين اللي هم مثلا كام اهو. فاهماني ولا لا؟ تمام. الو اه تمام تمام. اخترنا مع حضرتك حطيناها هنا عشان السنين هتتحط في الكولوم شكلها كده بقى شيك شويه. وهنروح حاطين الاسعار البرايس تمام. فبقى ايه اللي حصل دلوقتي؟ تعالى بس كده نظبطهم كده تظبيطه حلوه كده. حلو جدا. ايه رايك المنظر ده كويس؟ ايه رايك يا هيثم؟ زي الفل. انا بس كان عندي مشكله في اللاب بس بحاول اجوين من على اللاب لحد دلوقتي بس. لا لا ولا يهمك. بص يا معلم الموضوع ده هيعجبكم قوي على فكره. الموضوع ده كل ما هتتعمقوا فيه كل ما هتنبسطوا قوي على فكره. بص فكده بقى عندنا ايه ونعمل بقى هنا ايه سورت من لارجست للسمولست. بصوا بقى يا جماعه تويوتا سنه 2017 سامعين كده يا جماعه؟ تويوتا سنة 2017 عملت مبيعات ب 11 مليون 952 ألف. في سنة 2018 عملت ب 12 مليون. 19 عملت 11 مليون وهكذا. سنة 2021 عملت 5 مليون يعني قلت. شايفين الأرقام؟ ده يا جماعة أنا معلش هفتح كاميرا. ده الشغل بتاع الشركات. ده الشغل اللي ممكن مديرك يطلبه منك. طبعا مش هتشتغلوا طبعا في يعني في الارقام في العربيات طبعا كده. بس انا بتكلم في حته ايه ان هو مثلا عايز يعرف في خلال اخر خمس سنين انتوا بعتوا ايه، انتوا احنا علينا ولا وطينا. انا عايز اشوف الارقام معايا. كده كويس كده كويس. حلو جدا تمام كده. فدي بقت احسن بكتير قوي. حتى كمان بيجيب لك الجراند توتال يعني بيقول لك في اخر خمس سنين احنا بعنا ب 54 مليون جنيه. ده في تويوتا. ليكسس بعنا ب 26 مليون جنيه وهكذا. طب حد عنده افكار ثانيه؟ عندك افكار كده هيثم نطلع داتا ثانيه في اي حته؟ ها يعني دلوقتي كل ما نيجي نعمل حاجه نسيرش على حاجه بنعمل بيفوت تيبل لوحده. مش نسيرش، هو احنا الفكره كلها ان احنا عايزين يعني ايه نطلع تلخيص داتا. فاهمه؟ يعني عايز حاجه معينه تعمل لها البيفوت تيبل لو حاجه واحده معينه. سؤال. انا عايز اسالك سؤال يا يعني. بص معيني كده كويس. دلوقتي لما مديرك يجي يقول لك انا عايز في سنه 2021 احنا انتجنا كام عربيه وبعنا بكام فلوس. ركزي في اللي انا بقوله. انتجنا كام عربيه وبعنا بكام فلوس وهقول لك ايه تاني؟ وانتجنا كام لون؟ انت لو انت مكاني تعملي ايه؟ يعني انت قصدي يعني لما مديرك يقول لك كده انت هتعملي ايه؟ قولي لي كده اي تفكير هيجي في دماغك وانا اعمله معاكي. هعمل البيفوت تيبل بس بفهم انه بيتعمل كل واحده لوحدها يعني. سيبك من هقول لك الشغل المانيوال اللي احنا كنا بنشتغل عليه. لو انت مش فاهمه البيفت تيبل دي على فكره انا لحد الان في ناس معايا انا زمايلي لحد وقتنا هذا للاسف بيشتغلوا المانيوال ده. تعالي موريكي.
لما مديرك ماشي لما مديرك يروح قايل لك مثلا انا عايز سنه 2021 احنا بعنا كام عربيه. خلاص ركزي في اللي انا هقوله. هنيجي هنا هنيجي نروح مختارين 2021 اهي تمام، وهنروح معلمين اه احنا عملنا كام عربيه 126 عربيه كده احنا خلصنا اول واحده. جبنا كام فلوس او البرايس اهو عملنا ب 208 مليون 714 الف. احنا عملنا كام لون بقى؟ دي بقى اللي هتبقى مشكله. انت كام لون بقى دي صعبه اهو. احنا عملنا كام لون للاسف لان الوايت والوايت دي مش ينفع تعديها لان يقعدهم بقى كوبي وشايل المتكرر وعادد وعادد الباقي ريموف دوبليكيت وبعد كده تعرفي ويعد الباقي بالظبط. ده حوار 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 فايه بقى اللي نقدر نعمله؟ بصي بقى يا ستي هنروح عاملين ايه؟ هنيجي انسرت بيفت تيبل اهو عملنا اهي. بصوا يا جماعه تروحوا جايين كده تقف في اي حته في العمود في الجدول ده انسرت بيفت تيبل. فيها قابلنا مشكله صغيره جدا. المشكله الصغيره اللي هي ايه؟ اللي احنا عندنا هيونداي مرتين فكده هيعدها لي مرتين. فاحنا نروح عاملين ايه؟ بصوا اد ذس تو داتا موديل الحته الصغنونه الحته الاخيره دي تروحوا دايسين عليها وتروحوا دايسين اوكي. بصوا اللقطه دي جامده جدا يا جماعه. اللقطه دي هتعجبك قوي يا هيثم على فكره. انتوا معايا؟ انا معاك بس الشاشه في حته والصوت في حته. يعني ماشي اهو نط في الكاميرا اهو. خلاص بص بصوا بقى يا جماعه ركزوا في اللي انا بقول. احنا عايزين في سنه 2021 يبقى نختار السنه. السنه اهي هنروح سحبنا هنا كده تمام اهي السنه ونروح معلمين على 2021 نشيل ده كله ونروح معلمين على 2021 صح كده؟ صح كده تمام. هنروح ساحبين الميك دي او اللي هي البراند ونحطها هنا كده. ركزوا بقى في اللي انا هعمله في الحركه دي. هنا بيعد لي الكاونت فالكاونت دي هو كده بيعد لي الداتا اللي هنا. يعني انا لما جيت اعلم على 2021 وجيت علمت كده قال لي 126 فهنا برضو 126 لا عشان هنا في تويوتا مرتين في هنا جي ام سي مرتين لا انا عايز اعد مره واحده بس صح كده ندى؟ اللي هي بدون دوبليكيت. هي اللي ليه متكرره الموديلات يعني؟ ايوه دم 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 مثلا ايوه هيونداي اهي. بصي ايه الفرق اللي فيها؟ الانجن سايز في واحده هيونداي اللي هو حجم الموتور 1.6 وفي واحده 2.0 واللون ففي فرق ففي فرق فاهماني؟ فاحنا بقى هنعمل ايه؟ احنا عايزين نختار العدد بدون دوبليكيت. يعني مثلا لو في اكتر من هيونداي واحده لا هات لي هيونداي بس فاهماني؟ فهنيجي هنا هو هنا عدلي كلهم لا انا عايز كده تروحي دايسه عليها وتروحي دايسه على باليو سيتنج فيلد دي وتروحي مختاره اخر واحده اللي هي الديستنكت دي كاونت. ده بيعد بدون دوبليكيت. هنروح دايسين اوكي بقى كام؟ 26 عربيه في 2021 تمام. وبعد كده هنسحب الكالر. ركزي في الكالر. احنا عملنا كام؟ هو عدها لي اللي هو 126 كالر لا انا عايز في الكالر ده تختاري برضو اخر واحده اهي ديستنكت كام. فعملنا 12 لون. فاهمه دماغي؟ فاهمين يا جماعه اللي انا بقوله؟ بس هو كده مش عدد العربيه كلها. انت كده مثلا عدد العربيات اللي بعت من الموديل ده. بص يا هيثم افهمني هو ممكن في ناس. بصوا يا جماعه معلش لحظه البتاع هيفصل ويجي بس اقول لك على حاجه بس لو فصل نخش على نفس اللينك بسرعه كده. هي في حاجات بيبقى المدير عايز يعرفها مش لازم هيونداي اتباعت اتنين مثلا ال ثواني خلي لحظه بس لحظه. بص يا هيثم معلش انا هضطر افتح بس الكاميرا لحظه بعد اذنكم. يعني فين الكاميرا اساسا؟ وانت مش عامل شير لسه؟ لا لسه هكمل بس كده. بصوا يا جماعه في فرق ما بين ان انا انتجت عربيه تويوتا ثلاث مرات في السنه بموديلات اللي هو مثلا حجم المحرك 2 او 1.6 او 3 او انتجت تويوتا
لونها جراي ولونها سيلفر، بس في الاخر هي براند واحد اللي هو تويوتا. فاهم قصدي هيثم؟ فانا بتكلم في ايه؟ انا كواحد انا فاهم قصدك، بس اللي بتكلم عليه الموديل. نعم هيثم بتقول ايه؟ اللي كنت بتكلم عليه الموديل، يعني مثلا انا عملت تويوتا مثلا يارس، عملت تويوتا مثلا كرولا، قصدي على كده مثلا. بس انا بتكلم في حته ايه؟ انا فاهم، انا فاهم. ممكن ممكن اشيل الميكر دي او الميك دي اللي هي البراند، واحط احنا عملنا كام موديل، صح كده؟ بتبقى افضل كده عايزه، بتبقى احسن. اه بالظبط بالظبط، دي نختارها. معلش ما ده بقى ده اللي انا بتكلم فيه يا جماعه، اللي انتوا فاهماني يا ندى وساره، دي فكره ان انت تقعد كل شويه تطلع داتا، تقعد عارفين عارفين انتوا بتنقبوا على داتا. هو ده فكره البيفت تيبل. من الاخر يا جماعه، بالاخر والله والله الكلام ده كان حصل معايا الاسبوع اللي فات. ناس كانت شغاله مانيوال، والله مانيوال المانيوال مانيوال، اللي هو مش عايز اقول لكم اللي هو كنترول سي وبيفتحوا بعد كده يعملوا كنترول اف ويحطوا الحاجه ويدوروا عليها مانيوال. وريتهم وريتهم البيفت تيبل، مش عايز اقول لكم كان في ناس هتعيط. هو بيقولوا لي هو في حاجه زي كده موجوده في الاكسل؟ ما في عمر ووقت بيروحوا في المانيوال ده يا جدعان. شلل شلل صعب قوي ان انت تعمل مانيوال يا هيثم. بص يا هيثم، انت تحمد ربنا ان ربنا انعم عليك بحته البصيره وان انت تعرف تدور على حاجات ذكيه. في ناس غلابه يا هيثم، في ناس غلابه ما بيعرفوش يعملوا اي حاجه خالص، يعني دي هي الافكار بسيطه يعني، وكمان ما بيفكروش. هو ده على فكره، مش كل الناس يا جماعه عندها حته الطموح وحته ان هي عايزه تبقى شاطره في شغلها. لا، هي في ناس انا باجي اشتغل اتقال لي امشي على التراك ده بمشي على التراك ده، بس مش عايز افكر. فاهمين قصدي؟ ف انا من الناس، انا من الناس الكسوله، يعني انا من الناس اللي بحب ادور على اسهل واسرع نتيجة توصلني للمدير عايزه او توصلني اللي انا عايزه. ما بحبش ان انا امشي على يعني على ايه، على على من يعني منهج اللي هو المانيوال. فاهمين قصدي؟ اه تمام. نخش بقى على اهو، تعالى بقى نجرب بقى بالموديل يا هيثم، صح كده؟ بالموديل اهو. هو حضرتك بتسجل تاني ولا هو بيبقى مرة واحدة؟ يعني ايه مرة واحدة؟ مش فاهم يعني لما بيفصل بعد كده ما بنسجلش تاني ولا ايه؟ لا انا بسجل، انا بسجل. هو انا في تسجيل تحت اهو، لو انتوا شايفينه اهو موجود تحت اهو. تمام كده؟ ماشي ماشي. بصوا بقى يا جماعة، فبدل ما نخلي الميك دي، ممكن نشيلها، نقفل بقى الكاميرا كده، نشيل الميك دي اهي، نشيلها من فوق هنا كده. احنا في فين الموديل؟ الموديل اللي هو الطيب ده هيثم، الانترا الانترا، بس برضو في الانترا برضو. فاهم قصدي؟ اه فهمت. ففي الانترا، بس الانترا بمحرك 1.6 من 10 وفي 2 من 10 وفي 2 موتور مختلف. بس انا قصدي ايه، ممكن ممكن قصدي ان ال وفي هنا بترول وفي الانترا ثالثه. ادي الانترا الانترا الانترا. ايه الفرق في الانترا دي؟ الانترا دي دي ديزل، التانية هنا بتشتغل بالجاز. فانا بقول لك لو انت هتخش في التفاصيل فالتفاصيل ضخمه جدا. فاهم قصدي؟ فاحنا ممكن نعمل ايه، نروح مثلا اخر مثلا 5 سنين نعرف اهو. فطب الالوانات يا هيثم، الالوانات دي متهيالي ما عليهاش خلاف. احنا انتجنا كام لون؟ احنا انتجنا 14 لون في 2006 في 2017، 13 لون وهكذا. تمام كده؟ طب احنا ممكن مثلا نزود عليها مثلا حته ايه، حته احنا عملنا كام نوع فيول تايب. الفيول تايب ده اللي هو ايه، نوع البنزين او نوع المحرك او نوع الوقود، اذا كنت بتشتغل بالجاز او نوع الوقود الجاز او ديزل. بالظبط. فانتجنا دي ممكن نعمل مثلا ايه اللي هو الفيول تايب، او ناخده هنا كده هيعدهم لي. فطبعا دول 631 ده كتير جدا. لا طبعا احنا اكيد هم كلهم على بعضهم ثلاثة ولا حاجه، هم جاز وديزل وهايبرد. فانت تروح بقى اعمل ايه، تروح على الفيول تايب دي، نختار فيلد فاليو فيلد، ونختار اخر واحده اللي هي ديستينكت كاونت اهو، 3. يعني 2017 اخترنا 3، 2018 اخترنا 2، اللي هو بص يا جماعه اللي هو بيجمع بيعد، بس بيعد الحاجات الفريده من نوعها، بيشيل الدوبليكيشن، بيشيل اي حاجه متكرره. حلو الحته دي جدا يا هيثم على فكره يا ابني، والله البيفت تيبل ده اختراع يا ابني، ده جامد فشخ. انا بستخدمه بس 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 مش ادفانسد قوي كده يعني. نعم بستخدمه بس مش بالتفاصيل دي اهو.
انا جيت لك عشان ان شاء الله تعرف تفاصيل حبيبي. بص بقى يا جماعه, في اوتوماتيك ومانيوال. الجير تايب تروح بقى اعمل هنا كده, نجي على الجير تايب اهو, برضه هيعدهم لي. لا احنا عايزين يعني لا احنا عايزين الحاجات اللي من غير دوبليكيشن اهو. لا هم كلهم اتنينات لان هم كلهم اختاروا اوتوماتيك ومانيوال. منوعين بس اوتوماتيك ومانيوال. طب ايه رايك, احنا عايزين نعرف ايه السنين اللي اتعملت فيها اوتوماتيك بس, ايه رايك نروح عاملين بقى دي كده. بقول لك بقى انا على حاجه, نروح معلين الدورك كله اهو. بص ركز, ايوه 1963 كان فيها اكيد مانيوال, اكيد مانيوال صح ولا غلط؟ الاوتوماتيك ده متهيألي قريب, بس اللي انا مستغربه ان 1980 كان فيها مانيوال واوتوماتيك. تعالى كده نشوفها 1980 ايه ده, هو كان فيه مانيوال واوتوماتيك؟ هو المصير ده قديم قوي كده. احنا اللي قدام مش الاوتوماتيك كله اهو. كويس اهو اهو يا جماعه, انتوا يا جماعه فاهمين اللي انا بقوله ده ولا لا؟ يا بنات حد فاهم اللي انا بحكي فيه ولا؟ اكيد طب حد بقى من البنات كده يترشح كده بدل ما انا ارشح انا, ويقول لي على فكره ثانيه نطلعها اهو. اهو الداتا اهي قدامكم, ونفك كده الفلتر, طلعوا لي داتا ثانيه. ها يلا يلا هيثم, يلا رجاله يعني البنات الاول, بعد كده انت هيثم, وانت واحمد بقى طلعوا لي افكار بقى. اه تقريبا استخدمنا كل حاجه, استخدمنا السعر واستخدمنا الموديل واستخدمنا اللون. ساره ما تخليش الدخله دي, الموضوع كبير جدا يعني. بصي انا ممكن اطلع لك كل تفصيل لكل حاجه. ها ممكن حسب الاوبشن, حسب كويس حلوه. وانت يا ندى ممكن اي دوله اكتر الريجن ده او اكتر استخدام في العربيات. حلوه جدا دي, بس جدع قوي. انا اللحظه بقى خليكم كده يا رجاله بس معايا, ونخش بس في الحته دي. هنقول ايه احنا على حسب الاوبشن. الاوبشن اهو, هنروح انسرت بيفت تيبل نيو. لا اقول لك نحطهم هنا, نحطها في الشيت ده اهو, نحطها في الشيت ده كده اهو على حسب الاوبشن. الاوبشن هيبقى ايه؟ تعال نختار الاوبشن. الاوبشن اوبشن 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 زي تمام, لا اما فول لا اما سيمي فول لا اما ستاندرد, صح كده يا ست؟ الو معاك. تمام خليكي بس معايا, خليكي معايا في الحته دي. طب هنحط قدامهم ايه؟ هنحط قدامهم العربيات الميك اللي هي دي, ايوه. ونحط قدامهم بقى, نزود بقى عشان نحط السنه, صح ولا غلط؟ نحطهم هنا بس كده, المنظر بقى عقيم شويه, صح ولا غلط؟ فممكن نعمل ايه؟ نروح عاملين الاوبشن ده نخليه هنا, ونخلي الير دي هنا كده بقت احسن, ايه رايك؟ افضل. هو انت ليه بتختفي شويه كده عقبال ما بتردي عليا يعني, ولا انا الكلام بيجي لك متاخر؟ لا برد على طول. ماشي بس كده معايا كده هيثم. معايا كده رجاله, شفتوا الحته دي؟ يعني انت مثلا عندك 1963 كانت ستاندرد, اللي هو الاوبشن ده اللي هو ايه, الاوبشن ده اللي هو فول وستاندرد. حد بيفهم هنا في العربيات ايه الفول وستاندرد والسيمي فول؟ دي اللي نعم الفئه الاولى او الثانيه او الثالثه. طب كويس يعني دي الفئات خالص يعني. الاوبشنز اللي هي الكماليات او الفئات يعني بتاعت العربيات. كويس جدا اهو يا جماعه اهو. بصوا يا جماعه, هنا بقى حلاوتها في ايه بقى؟ ان بيحسب لك جراند توتال, بيحسب لك في الاخر يعني, بيعد لك كل الثلاثه دول. ادي 1 2 3 هنا 1. بص كده لما تكون هنا 3 ايه اللي بيحصل؟ ان في 2000 اللي في 1983 اتعمل منها 2 ستاندرد, عربيتين ستاندرد وواحده فول اوتوماتيك او فول اوبشن. فاهمين اللي انا بقوله ده يا جماعه؟ بصوا بقى الحته اللي تحت دي 15 دي, في 4 في 1999 4 ستاندرد و4 سيمي فول و7 فول اوبشن. حلوه دي؟ طيب ندى الداتا بتاعتك انت قلتي على ايه؟ هنعملها على ايه؟ ايوه على الريجن. على ايه؟
البلد البلاد اللي هي الريجن الريجن بالظبط. هنعمل انسرت بيفت تيبل هيعلم نحطها في الشيت ده اهو. هنختار الريجن، الريجن دي تحت خالص. بصي بقى يا ستي، هنختار الريجن وهنختار اتعمل كام عربيه او كام عربيه مش عارف كام عربيه بتستخدم في الريجن دي او كام عربيه انتجت في، لا هي كام عربيه بتستخدم في الريجن دي. هنروح ساحبين الميك دي هنخليها هنا في الفاليوز. بصي بقى يا ستي، ونعمل سورت كده من لارجست سمولست. الرياض بيستخدم فيها 2304 عربيه، الدمام 1119 عربيه، يعني الرياض ضعف الدمام. حلو ده. ماشي، لو عايز اعرف العربيه اللي هي بقى بتستخدم في الاماكن دي، يعني اكتر نوع عربيه فيها. الله عليكي الله عليكي، زي الهوندا. كويس جدا كويس جدا. ايوه كده ايوه الموديل نفسه. بص يا ستي بص يا ستي، انا بقى عايز بقى الافكار دي تطلع وانا بعمل البيفت تيبل. ايوه انا عايز اللي هي الافكار دي. بص يا ستي، هنروح عاملين ايه بقى؟ هطلع روح المحلل. بص يا ستي عيني. بص هنروح ساحبين الميك اللي هي البراند يعني، وهنحطها في الكولوم اهي. الله، بص المنظر عامل ازاي. لا اله الا الله. ما انا طبعا عندنا يجي 50,000 نوع. تعالي بقى نقلل بقى دي كده يعني، ونعمل مثلا ايه سورت كده باللارجست سمولست. بس المنظر بقى غريب قوي يا جماعه. طب بصي، في حاجه في السورت كده اسمها التوب 5. يعني التوب 5 اللي هي ايه، مور سورت دي اهي، سورت فاليو او ليبل فلتر. كان في حاجه اسمها هنا توب 5 انا فاكر. ثانيه يا ستي اصبري. ليبل ايوه توب 10 اهي، توب 10 اهي. تمام كده يا جماعه، نختار اوكي. ايوه بالظبط كده. حد يا جماعه عارف انا عملت ايه ولا لا؟ لا، نرجع تاني. انتوا معايا يا جماعه؟ هو توب 10 على اساس ايه؟ اول 10 ولا ايه؟ عشان نختار بس اول 10 من حته العدد، من حته التوتال يعني. من حته التوتال بالظبط. بصوا في الكاستم في دي، بصوا يا جماعه، في هنا هيبقى فلتر هنا في الكولوم. بصوا يا جماعه، الكولوم ليبل اللي هو ده اللي فيه الميك اهو، اللي هو فيه البراند. لو انتوا جيتوا هنا هتلاقي في حاجه اسمها فاليو فلتر، فاليو فلتر اهو توب 10 اهي. وهندوس عليها وندوس، بيقول لك ايه بقى؟ انت عايز التوب 10 من ناحيه الايتمز، يعني من ناحيه العدد الايتمز ولا برسنتج ولا سم والكاونت اوف ميك. فانا اقول له لا انا عايز من ناحيه الايتمز. اوكي، اللي هو الكاونت اللي هو عدد العربيات. اوكي اهو كده خلاص، طلع لي الارقام اهي. يعني بصوا يا جماعه، ابها دي ايه؟ ابها دي فين؟ السعوديه برضه. نعم السعوديه. السعوديه. بصي بقى، هنيجي بقى نعمل ايه؟ نيجي بقى هنا، ده الجراند توتال، ده بيجمع لي الـ الصف ده كله. هنيجي بقى في الجراند توتال دي، ما دي بقى فكره محلل البيانات. هتروح دايس كليك يمين، سورت اهي، لارجست سمولست، من اعلى لاصغر اهو. بس كده الدنيا كده بقت اوضح، صح كده؟ صح كده يا هيثم؟ صح كده يا رجاله؟ اه بكتير. صح كده يا احمد، انت معايا صح؟ عثمان الاكثر استخداما يعني. بالظبط، وعثمان جاي ان شاء الله. بصوا بقى يا جماعه، يعني انت كده تمام كده ساره؟ كده جات لك الداتا كده مظبوطه؟ يعني انتوا الاثنين عملتوا ميكس حلو قوي. ندى وساره، ندى بدات بالريجن، ساره قالت لك لا طب انا عايزه ايه اكتر العربيات المستخدمه جوه البلد دي، صح كده؟ فبقت قدامك الحته دي. طيب بصي بقى، الرياض في منها، الرياض الشيفورليه بيستخدم فيها 195، الفورد 203، الجي ام سي معرفش ايه، الهيونداي، التويوتا 447. يعني بصوا دي سابيا وقرار وابها والجده كل دي. بصوا بقى داتا يا جماعه، ما بعدها داتا. ايه رايكم؟ طب ايه رايك بقى نزود اكتر واكتر؟ ايه رايك يا عم هيثم بقى؟ انا بقى هعلي عليكم بقى، ما جاتش عليا انا. نحط السنين اللي كانت فيها الحاجات دي. هنروح حاطين السنه، هنحط السنه فين؟ تتوقع نحطها فين؟
مع الفاليوز هنحطها في اللي عند بص بص هي زي الفاليوز لو انا حطيت السنه كده هتجمع برضو الفاليوز هتجمع جمع بس حتى بيقول لك سامو فير الفاليوز دي ما حدش يحط فيها حاجه يا جماعه غير لو انتوا هتجمعوا او هتعدوا اكونت بس بس لا تجمع لا لا تعمل اي عمليه حسابيه ها تحب تحطها فين فين حطها في الكولوم انا بفضل في الكولوم صح كده ليه لان لو حطيتها في الريجن في الـ في الـ في الير هنا بصوا يا جماعه ايه اللي هيحصل بصوا هتلاقوا المنظر عجيب بصوا هو ينفع اظبطها لا ينفع يبقى عندك تو فلترز كده بصوا يا جماعه عشان اظبط المنظر العجيب اللي انتم شايفينه ده بصوا في ناس بتقول لك ايه 1963 الرياض المنظر غشيم شويه فعشان تظبطوها تعملوا ايه تروحوا جايين في حاجه اسمها ديزاين ديزاين في حاجه اسمها ريبورت لي اوت وهتيجي هنا بالشكل ده اهو اهو كده وبعد كده تروح قايس عليها تاني تعمل ريبيت الصوت يا جماعه في حد بيعمل صوت هنا غريب اهو ماشي اهو طب كده يا جماعه اهو وهنروح عاملين ايه هنا في اللي اوت نروح عاملين برده ريبيت وبعد كده نشيل الجراند اوف ونشيل السب توتال بصوا المنظر بقى حلو ازاي كده بقت احسن على فكره عايز بقت 1963 الفورد لا معلش قول تاني هو احنا اخر حاجه مش قلنا هنحطها في الكولوم ما انا هقول لك اهو حصل لا لا انا حاجات كتيره اصوات كده ما فهمتش اللي اتقال دلوقتي لا هرجعها لك تاني نرجع تاني اهو بس كده بصوا يا ستي ده الشكل بمجرد ما انا حطيت السنه السنه حطيتها في الير في الـ في الـ في الرو بصي المنظر بقى عامل ازاي المنظر بقى غشيم شويه في الرو مش هتفهمي حاجه تمام فايه اللي بيحصل عشان تظبطي الشكل في حاجه اسمها ديزاين اهي ديزاين فوق اهو تقفي على على البيفت تيبل وتروحي تدوسي على ديزاين تيجي بقى عند ريبورت لاي اوت شكل ريبورت انت عايزه شكل الريبورت يبقى عامل ازاي انا عايزه قبل رقم 3 اهو هنا ده كده اهو دوسنا عليه بعد كده ندوس على ريبيت اول دوسنا عليه بعد كده نيجي عند سب توتالز دي دونت شو سب توتال اللي انا مش عايز سب توتال بص السب توتال هو ده يعني 1970 رقم واحد جاب لي ال 1970 اهي اللي هو بيعد يعني بيجمعهم لي لا انا عايز اشيل كلمه 1970 توتال دي اهي فبقى المنظر بقى كده كده بقى شكله شيك شويه صح ولا غلط كل دوله وكل سنه بصوا بقى يا جماعه يعني سنه 1980 في في منها الرياض وقاسم الرياض وقاسم دي هتلاقوها اهي مثلا ادي واحد هنا واحد هنا بس طبعا قاسم دي طالعه لي هنا مش عارف ليه يعني 1982 برده نفس النظام فانا بقى دي لو انا حطيت الير في الرو طب لو انا شلت الير دي كده وحطيتها هنا بقى في الكولوم بس فوق الميك اهي المنظر ده بس طبعا المنظر ده غشيم برده هيثم برده مش هكدب عليك فممكن نختار اخر خمس سنين عشان يبقى المنظر احسن شويه اهو في نعمل فلتر اهو من اول 2017 لا برضو لان ليه بقى لان سنه 2017 بص قد ايه سنه 2017 شامله تويوتا ونيسان ومرسيدس ولكزس وما يانا شلل شلل ولا عربيات كتير شلل ما انت مش عارف تعمل ايه ممكن نختار مثلا اخر يعني ممكن نختار سنه واحده يا جماعه انتوا لو اخترتوا سنه واحده اساسا هتلاقوا اساسا السنه الواحده دي ضم عربيات بالهبل اهو بصوا سنه 21 ضم كام عربيه تويوتا ونيسان وميتسوبيشي وام جي ومرسيدس حوار بصوا انا بفضل ان احنا نشيل السنه معلش انا اسف تحبوا نحط ايه تاني في 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 العمود في الجدول ده اهو انا اوريكم الداتا اهي ها عايز مثلا سنه كذا اتعمل كام موديل والبرايس بتاعهم او واجمع لي البرايس بقى ما هو مش هينفع البرايس بتاعهم ايه هيبقى اجمع لي البرايس ايه رايكم لا ثانيه ايه رايك يا هيثم وايه رايكم يا جماعه لو احنا جبنا متوسط السعر في اخر في يعني مثلا في سنه مثلا 2018 يعني مثلا سنه 2018 هوريك او سنه 1963 حصل لا 63 انا عايز ارقام كتيره شويه مثلا 2009 دي برايس
انا عايز اجيب متوسط السعر بتاعه السنه دي. يعني بص اهو، عارفين طبعا معادله متوسط السعر، عارفينها دي يا جماعه ولا لا؟ للاسف انا بطلعها من مجموعهم على عددهم، كلمه افريج يعني مجموعهم على عددهم تحت اصلا. الافريج يا جماعه لو كل واحد عامل ارقام متفاوته، وانت عايز تعرف متوسط الناس اللي موجوده كام، تروح انت عامل ايه، تروح جامع اللي هم عاملينه على عددهم، فاهمني؟ اه تمام، ده المتوسط. تمام كده. طب تمام، انت قلت يا هيثم كده، تعال نبتدي من الاول كده. بعد اذنكم يا جماعه، ثواني بس افتح الكاميرا لحظه. بعد اذنكم الموضوع بقى حلو قوي يا جماعه، انا عايزكم تطلعوا افكار كده فيها تحليل بيانات. ممكن مش لا حد يرد عليا تاني غير هيثم، هو مش هيثم اللي معايا على طول. ماشي تمام كده يا جماعه. حجاج، انا متهيالي حجاج انت كنت حابب الموضوع ده، انت كنت عايز تعرف حاجات عن البيفت تيبل. هو ان شاء الله حجاج جاي معانا. بصوا يا جماعه، انت قلت يا هيثم تاني معلش كده قول لي. انا عايز اعرف مثلا موديل معين في كذا سنه عمل لي كام ربح. ماشي، موديل كام مثلا؟ ايه الموديلات؟ الموديل ده اللي هو هيبقى في الطيب مثلا ال اه بالظبط. تمام. الانترو مثلا مثلا اخر خمس سنين دلوقتي، انا هعملها لك في اخر خمس سنين. بصوا يا جماعه، هنعمل برده نشيل برده الداتا دي كلها اهي، نشيلها عشان ايه، نضيف برده الحاجه دي. بصوا يا جماعه، هنيجي هنا دوس انسرت بيفت تيبل، وهنروح حاطينها هنا في الحته دي كده، وندوس اوكي. خلاص، انت عايز تعمل ايه؟ الطيب هيثم اهو ده الطيب. يا لهوي ده الطيب كتير قوي. عايز مش كده، كنت عايز حاجه معينه من ماشي، ممكن نفكر من على الطيب. ماشي، ايه تاني؟ ايه تاني قول لي؟ مثلا الانترو عشان ناخد طيب واحد بس، مثلا من سنه 2000 لحد دلوقتي انباع منه بالظبط. ماشي، دي كده هنفلتر على الانترو، نكتب الانترو اهي اهي. اخر كام سنه؟ خمس سنين. نختار السنه نحطها في الكور. هي محطوطه والله، هي محطوطه جاهزه يعني، هي من اول 2006 يعني. الانترا دي ما كانتش موجوده قبل 2006. تمام، حلوه دي يعني، هي اول ما نزلتها يا جماعه راحت نازله على طول السنين بتاعتها، فاهمني؟ يعني مش محتاج ان هو يقعد يرجع لي لحد 1963، فاهمين قصدي ولا لا؟ عشان مش بالظبط، عشان هي ما كانتش موجوده قبل 1963 بالظبط. عايزين نحقق بقى السعر. السعر اهو يا هيثم، البرايس اهو. بس هقول لك بقى على حاجه بقى في البرايس دي هتعجبك قوي. بص بقى، تعالى نكبر دي كده اهو. احنا هنعمل حاجه يا هيثم بنت لذينه قوي. شايفين كلمه سام اوف برايس دي؟ هندوس عليها كده، وهندوس على فاليو فيلد دي، وهنختار كلمه افريج اهي. الافريج يعني المتوسط، وهندوس اوكي. ركزوا بقى، الانترا سنة 2006 كانت ب 8250. على فكرة يا جماعة، ممكن 8250 دولار مش جنيه يعني، أكيد يعني مش ده أكيد. أه تعال بقى نظبطها بقى كده عشان الرقم أكيد مش مظبوط. تعالى أهو نخلي دي فورمات كده، ودي 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 كده كده، يبقى المنظر شكله شيك شوية. أهو تعالى كده نظبطها أهو كده أهو، 8250 دولار سنة 2007. المتوسط السعر بتاعها 13000. لو انتم مش فاهمين يعني ايه الرقم ده، هوريكم دلوقتي ده. لو احنا جينا عند 2006 هنا كده اهي، ده الانترا، نختار الانترا. الانترا بصوا يا جماعه، الانترا هنا كانت ب 9500 وهنا ب 7000 جنيه. فعشان تجيب المتوسط تعمل ايه؟ هتعمل يساوي هنا ده اهو يا جماعه، هنفتح قوس، هيبقى ده زائد. انتوا معايا يا بنات؟ معاك. حضرتك. ده زائد ده على الاثنين، على عددهم اللي هو يعني على يعني على على عددهم على اثنين، هيطلع لي كام؟ 8250 اللي هو ده اهو. فهمتوا الفكره دي عامله ازاي؟ اللي هو متوسط سعرهم 8250. زي مثلا ايه؟ مثلا فرع مثلا او 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 الشركه او الانترا دي مثلا كانت 2006 مثلا عامله 9000 دولار،
2010 عامله 10000 دولار، 2011 عامله 12000 دولار، فيقول لك المتوسط بتاعها حوالي 10000 دولار، فاهمين قصدي؟ ده بالوايم حتى كده بالكلام كده. فاهميني؟ السلام عليكم، معايا ولا انت؟ السلام عليكم، السلام. ايوه ايه رايك يا هيثم؟ حد بقى يدي، طب انا معذركم يا جماعه معلش، انا يعني انا عايز انا يعني اضيف حاجه من عندي. ايه رايكم نجيب ايه اكتر لون اتباع من اول 1363؟ لون عربيات، ايه رايكم في الحته دي؟ يعني ايه اكتر لون من الاخر مطلوب في السوق كله، ايه رايكم؟ تعال دي حلوه دي يا هيثم، اكيد الالوان بتختلف يا هيثم في السعر اكيد. بص لا ده في الايفون بس. نعم في الايفون بس. بص يا جماعه بص، هنيجي هنا انسرت بيفت تيبل ونحط نحط دي هنا تمام. بصوا بقى يا جماعه، وهنختار اللون، اللون اللي هو فين الكالر اهو، وهنحط الكالر قدامه الميك بتاعه الميك اهي، ونعمل هنا كليك يمين سورت لارجست. يا نهار ابيض، بص الفرق هيثم قد ايه، بص الفرق ما بين ده وده قد ايه. اكتر كلهم شغلوها تاكسي. اكتر لون اتعمل من 1963 لحد 2021 كان اللون الابيض، عمل 2311 عربيه او موديل. ممكن بقى نحط الموديل بالمره يا لهوي، بس الموديل لا ما ينفعش، احنا ممكن نحط عدد الموديلات عددهم مش هم ايه، يعني نحط التايب ده كده نحطهم جنبه، بس هي نفس الحاجه احنا عايزين نحط، ما هي نفس نفس عدد الكولومز، ما هي بالظبط نفس عدد الرو، فاحنا عايزين نظبطها ازاي؟ هنظبطها ازاي؟ لا احنا مش جبش، ما نجيبش دي، احنا نجيب السنين، ممكن نخليها في السنين يا ست، يعني ممكن نحط السنه دي كده هنا السنه، ونختار مثلا اخر 5 سنين مثلا اهو، اهو 2017 16 اهي، ونعمل برضو في الجراند توتال ده اللي هو في الجمع بتاعهم سورت لارجست اهو بالظبط. الوايد بصوا يا جماعه، اخر 5 سنين الوايد 989 موديل عربيه اتعمل منه. بصوا اعلى سعر هنا ايه، نخليها مثلا عايزين نجيب اعلى في سنه مثلا 2021، هي بصوا تلاقيهم كلهم متدرجين اهو، 43 في سنه، 43 موديل في 2021. فين اللون الاسود؟ الاسود فين؟ اهو بص البلاك، البلاك اخر حاجه خالص اتعمل منها 20 موديل في 2021، ده اليلو الاصفر اتعمل منها موديل واحد، البلاك اتعمل مثلا الوايت اتعمل منه هنا 310 في 2017، بعد كده 256 ابتدى يقل على فكره، لو تلاحظوا هنا في كيرف كده نازل، خدتوا بالكم والله ايه ولا لا؟ الو السلام عليكم. سامعين حضرتك معايا هيثم في الحته دي؟ تمام معاكم ماشي، بس ففي كيرف كده نازل فاهميني، بس كده. تحبوا نعمل ايه تاني يا جماعه في دي؟ ايه تاني؟ ها تحبوا نعمل ايه تاني؟ انا يعني انتوا سامعيني دي اللي هي بلد الصنع، والله مش فارقه الاوريجن دي المتهيألي، انا مش فاهم يعني اوريجن دي المفروض تصنيع ولا حاجه، بس انت يعني سميها زي ما تسميها يا هيثم اللي انت عايزه يعني. البلد المنشأ، انا بتكلم بجد والله، بلد المنشأ. مثلا نشوف نجرب البلد المنشأ اهي. البلد دي عملت كام عربيه مثلا؟ بالظبط هم حوالي دولت الحته دي كده بتبقى حوالي 4 ولا 5 ولا 4 اماكن اهو، تعالى نعمل كده اهو، ونعملها هنا في الرقم 3 واهو هنا واهو
الاوريجن الاوريجن اهو. بص هم حوالي كام، هم خمسة يعني ولا حاجه، فاهم قصدي؟ يعني هم قليلين مش كتير. ونحط بقى يا هيثم ايه بقى؟ نحط الموديل. بس هقول لك على حاجه، نحط الموديل، الموديل هيبقى اكتر من عدد العربيات على فكره، بس هنحطهم اللي احنا نعدهم بدون الدوبليكيشن، يعني ندوس هنا كده والفاليو. بس احنا بس احنا لسه ما عملناش للاسف، احنا ما عملناش داتا موديل. بص يا جماعه هنيجي هنا اهو، ندوس انسرت بيفت تيبل، ونروح قايلين اد تو داتا موديل اهي الحته دي كده لتحت دي، وبعد كده نضيفها هنا كده. اوكي بصوا على كده الاوريجن اهي، وبعد كده نحط قدامها التايب، ونحط وندوس على التايب ده نخليه دي بس كده. يعني جولف ارابيك دي اللي هي منطقه الجولف، منطقه الخليج، اتعمل فيها 140 موديل عربيه، اتعمل فيها او نزلت فيها، نزلت جواها، نزلت يعني ايه؟ يعني نزلت عملت فيها. الازهر دي طبعا دي كذا كذا حته يعني، السعودي اللي هي السعوديه 329، الانون برده نفس النظام يعني حته برده كده، يعني قصدي الداتا دي صغيره. بصوا انا ممكن بقى اوريكم بقى حاجه ثانيه اخيره، حاجه انا ما وريتهالكوش قبل كده هنا. بصوا يا جماعه، بصوا يا عم عايز، انا دلوقتي عايز اعرف اقولها لك ازاي، متوسط سعر اخر خمس سنين بيعلى ولا بينزل؟ خلاص، متوسط سعر العربيات اخر خمس سنين بيعلى ولا بينزل؟ هفهمك ازاي. بصوا يا جماعه اسمعوا، انتوا سامعيني يا بنات؟ ايوه ايوه. سامعني النقطه دي؟ هندوس انسرت، انسرت اه تمام، وهنحطها هنا كده. بصوا بقى اللقطه اللي جايه دي، اللقطه دي اللي جايه حلوه قوي يا جماعه. العربيات اهي، ونجيب دي البرايس، البرايس طبعا هنخليه افريج، هندوس عليه كده فاليو سيتنجز، هنخليه الافريج، ونخلي الافريج ده في اخر خمس سنين الير اهو، ونختار اخر خمس سنين 1 2 3 4 5. ركز في اللي انا هعمله ده، اللي انا هعمله ده حاجه معقده شويه، هنظبطها دي كده شويه، هنظبط الارقام دي عشان الارقام فيها قصور كتير. بصوا يا جماعه، دلوقتي احنا عندنا سنة 2017 في الاودي بقت 135 جنيه، 135,000، في 2018 بقت 183,000، في 2019 325. فانا عايز اعرف هي بتعلى ولا بتنزل عن طريق نسب مئويه يا هيثم، نسب مئويه مش ارقام، تمام؟ فانا اروح دايس كليك يمين هنا، شو فاليو از، شو فاليو از اللي هو 100% اوف كرنت توتال، اللي هو بص من الرو توتال، الرو توتال اللي هو ده جمع ده، ولا من الكولوم اللي قبليها؟ لا من الكولوم اللي قبليها اللي هو ديفرنت فروم اهو الميك اودي بالظبط. بصوا يا جماعه ركزوا بقى في اللقطه اللي انا هعملها لكم دي، المنظر ده شكله غريب اه، بس انا اقول لكم ده ايه اللي حصل. بصوا رجع اودي سنه 2000 بنتلي سنه 2017 ما كانتش موجوده، بعد كده راحت عليت ل 2019 بقت 161%. لو احنا حطينا الارقام برده، ثواني نحط الارقام جنبيها برده، الفلوس جنبيها اهي، سي برايس، ونخلي البرايس ده افريج. بص معلش الرقم، انا اسف انا اسف، الـ الحاجات متلخبطه شويه، انا هختار بس كده ايه حوالي ايه ثلاث حاجات بس كده. بص هنا هنا كده في الحته دي، بصوا يا جماعه شايفين الالوانات اللي انا عاملها دي كده؟ الو ايوه معلش ايوه، هقول لكم على حاجه، نشيل دي كده عشان الموضوع هيبقى ملخبط شويه. تعالوا نختار مثلا اهو، خليها اهو كده. بصوا يا جماعه اللقطه دي بعون الله بعون الله تعجبكم اهو، اهو نظبطها بس كده عشان انا ما كنتش ظابطها اهو. بص لو احنا جينا عملنا دي كده كليك يمين، شو فاليو از فروم توتال، اسمها ايه اوف توتال، بصوا كده في اللقطه دي سنه الاودي دي سنه 69
كانت ب 69% اللي هي طلعت برقم 69%. لو احنا حطينا برضو الاسعار بتاعتهم هنا يا جماعه اهي اهي نخليها برضو الافرج بتاعها اهو. بص الاودي اهي سنه 2017 اهي 2017 الرقمين دول كانت ب 135,000. بعد كده راح اتراجع في 2018 بقت ب 183,000 فعليت بنسبه 95%. يعني عليت. فاهمين ولا لا؟ تمام. بعد كده بعد كده بقت ب 135 بعد كده ب 183 بعد كده 325 عليت برقم 54% فوق دولت. بصوا معلش انا اسف الرقم الحاجات دي ممكن تتوهكوا شويه بس دي بتبقى حاجه ادفانسد شويه حاجه ممكن يعني ايه يعني مش عايز دي ممكن حاجه انا بستخدمها شويه في حاجات في شغلي بس ممكن انتوا ما تستخدموهاش قوي بس الموضوع ده فعلا حلو بس انا يعني انا بس حبيت ان انا اوريها لكم بس هي مش لازم تستخدموها قوي في الحته دي اللي هي انتوا عايزين تعرفوا الشهور عليت ولا وطيت عن طريق نسب مئويه مش ارقام فاهمين؟ الو والله العظيم فاهمين انا بصوا يا جماعه انا كده فهمتكم البيفت تيبل ماشي يا عم انا كده فهمتكم البيفت تيبل فهمتكم الداتا فاليديشن انا كده خلصت على فكره صح يا جماعه المحاضره الجايه تبقى اخر محاضره فأي حد عنده اي استفسار في اي حاجه ان كانت في الاكسل انا تحت امركم اذا كنت معاكم او خلصنا المحاضرات ان شاء الله مش تبقى اخر تعليق ان شاء الله ان شاء الله يا جماعه ان شاء الله اشوفكم على طول وان شاء الله تتذكرنا يا استاذنا حبيبي انا تحت امركم في اي شيء اي حاجه انتوا عايزينها انا تحت امركم اللي اقدر اساعد بيه والله بقدر اساعد بيه اي حاجه في الاكسل بعون الله افيدكم فيها بس فان شاء الله المحاضره الجايه هتبقى ازاي تعمل ريبورت وهنعرف بقى اللي هي التشارت بقى اللي هي الرسوم البيانيه والفطيره والكلام ده بس شكرا جدا ليكم يا جماعه ولاي حد عنده اي حاجه او اي مشكله في الاكسل انا تحت امره في اي حاجه ماشي يا جماعه شكرا جدا لكم يا جماعه شكرا جدا لكم شكرا جدا مع السلامه